يوم جديد فلوق جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، شكراكم مسويين ان شاء الله طيبين. هذا اليوم الثالث في المكسيك. طيب يا جماعة، بكذا يكون انتهينا من المدينة الصغيرة، حاليا بنزل تحت بنسجل خروج وبنروح على مدينة ثانية. تو اليوم بدأ والاجواء جميلة الحمد لله، راح نودع هذا المنظر صراحة. احسن ما في فندق اتش بي انه يطلع البحر. الحين بنركب السفينة مرة ثانية، يعني يبغى لها نومة بعد ما سجلنا خروج. جت تاكسي الحمد لله. ثانك يو. اوكي جراسيس. وصلنا محطة الفيري، وصلنا هذا المكان وهذا الفيري اللي راح نركبه ان شاء الله. الحمد لله يا جماعة، احنا امس قطعنا تذكرة ذهاب وعودة براهية، لا يعني راحة ورجعة، كذا يكون ارخص. والحين بنتجه الفيري ناخذه. الله الطقم، الله الحركات. الاجواء مغيمة اليوم الحمد لله، وعالم المكسيك يا سلام. يبغالنا طلعة صيد. قالوا لي انتظر باقي ربع ساعة لما تمشي السفينة. فجينا هنا يا جماعة، وما زالت سفينة القراصنة هناك، بنشتاق لها والله. شوفوا هنا ثلاجة البيبسي، شوفوا الأسعار. الكولا ب 10 بيسو، يعني تقريبا ب 60 سنت. والله هنا عندهم كل شيء رخيص، وحتى الماي ب 10 بيسو، والسبرايت والعصير، إلا مشروب الطاقة ب 15 بيسو، يعني تقريبا 90 سنت. هاي ثلاجتهم، غريب شيتوز لون أزرق، شيبس بالشطة والليمون. شكلهم هنا جدا يحبون الشطة والليمون، أمس حر وشمس، اليوم الجو حلو ومغيم. طيب هنا تأجير سيارات، دبابات، اللي تبغاه، كل الأنواع. شوفوا هنا يقول لك الدولار الواحد يسوي 17 بيسو، يعني اذا معك 100 دولار يصير عندك 1700 بيسو، تشتري اشياء كثيره، تعيش الدنيا كلها فيها. ويعني لو عندك 1000 دولار يصير عندك 17000 بيسو. يا سلام. طيب اتوقع الحين جا دورنا. How much for this one? 45 دولار one day سكوتر. 25 a day. استاجر دباب يوم كامل 25 دولار. يا سلام يا المكسيك. والسياره 45 دولار يوم كامل. شيء جميل والله. شوف الطابور كيف. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاهر ان في طابق فوق، بنشوف اذا بدنا نطلع من هنا. الظاهر ان نطلع على برا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله على الاجواء، الله المكان هنا رايق. شوفوا كيف، لكن حر والله يا جماعه، بس نتكي هنا لما نوصل. جاني دوار بحر من قبل ما نبدا. يلا سترك بالحل، بقعد على اللابتوب لما نوصل ان شاء الله. وصلنا الحمد لله يا جماعه، وهذه اخر مره اخذ سفينه. والله دخت خلاص. سبحان الله، شوفوا كيف الوان البحر تختلف، يعني هنا لون، هناك لون، هناك لون ثاني، شيء غريب سبحان الله. وهذه المدينه اللي راح نجلس فيها اليوم ان شاء الله. اسم المدينه بلايا دي الكرمن، اكبر من اللي كنا فيها قبل شوي. جميلة المحلات اللي مثل زي كذا، اشياء رخيصة وحلوة. في محلات كثيرة هنا، يبغى لنا نشتري اشياء، فالخطة نروح الفندق ونحط الاغراض وننزل تحت، لان الفندق هو قريب من هنا. رغم انها مدينة صغيرة الا عندهم محل نايك، وفكتوريا ما عندنا. شو هي فكتوريا؟ يا ريت تتعلمين، كذا المحلات والاكل. المهم يا جماعة، وصلنا عند الفندق، هذا هو الفندق. حلو، مقابل اسواق ومطاعم، يعني ننزل ونتسوق هناك ان شاء الله. بس اول شيء نسجل دخول، احس اني ماسنجر، سجل دخول وسجل خروج، يعني خلاص قلتها من قبل. وهذا وصلنا فندق يا جماعة، الحين بنطلع الغرفة. واو، غرفة مفتوحة شبابيك. حاطين هذه هنا. وهذه الأسواق هنا تحت. سعر الليلة هنا 50 دولار. والله ولا شيء. يا جماعة لحظة بقول لكم شيء، الفندق هذا ما فيه أسانسير. معك أربع شنط، خمس شنط، طلعهم من الدرج. طيب رحلة البحث عن مطعم. نبغى مطعم مكسيكي، ما نبغى برجر وكريم. هذا شكله مطعم حلو. بنشوف ايش عندهم. اوكي، I would like the best thing you have here. قلت له ابغى اجرب اكل مكسيكي وجيب لي افضل طبق. قال لي خلاص ما عليك، زعل علي. وننتظر طلب اللي راح يجيبه. اجواء جميله، السياح موجودين، اللي يتمشون، صراحه شيء بطل. في البدايه جابوا هذا الطبق عصير ليمون. شافني قال لي شكلك دايخ، قلت له ايه، قال لي خذ لك عصير ليمون احسن شيء. قلت اجيب ليش لا؟ وهذا الطبق احنا ما نطلبه، هم يجيبونه دائما قبل الاكل ويخليك تشبع. واللي وراي عايش جو. وشوفوا كيف الاجواء، ما شاء الله تبارك الله. وجاء الطبق ما شاء الله تبارك الله. كل شيء فيه. طبق على شكل سفينه. راح نسمي الحين ان شاء الله وناكل. الحمد لله كذا يكون خلصنا غدا. صراحه يا جماعه شيء بطل. خلصنا كل الصحن. واهم شيء يحطون خلطه الافوكادو. كل مكان تروحه الخلطه موجوده. طيب يا جماعه الطلب هذا عصير الليمون الحساب كله طلع 20 دولار. الله يديم الرخص. وجتنا طاقه الحين الحمد لله. ندفع الحين ونروح نسوي اول نشاط. بعد ما خلصنا غدا الحمد لله جينا هنا عند الشاطئ، بنشوف اذا في فعاليات او شيء. هذا هو الشاطئ. الحمد لله احنا عندنا شورتس في الشنطه، لكن ما عندنا منشفه، يعني بتسبح يتون؟ نسبح ليلى يا جماعه، الساعه 2 الظهر، هنا يسوون مساج. يا جماعه حاليا بنبدل ان شاء الله وننزل نسبح في شاطئ المكسيك. ما بدي جلست على هذا الكرسي وحطيت الشنطه الا شخص قال لازم تدفع، هذه كراسي الاجار، طلع قيمتها 70 بيسو، يعني تقريبا 5 دولار. دفعنا عليها ولبسنا الشورت وجهزنا كاميرا جو برو، والحين بنروح نسبح.
ما سبحنا راح ننسد الحين ان شاء الله، خذ القفوة لما تصير اسمر. يا جماعه قلت بنسد الحين شوي الا ما حسيت بالوقت الا هذا الرجال صحيني يقول لي بنشيل كراسي وانا نمت واخذتها غفوه. الحمد لله لما احترق الاغراض نمت تركتها جنبي. لا بعد الجواز داخل. الله عليك يا تون. مشينا يا جماعه وانا امشي جار رجال يبيع لي دونت وقال لي بدولار، وهذا دونت كل شيء عندهم هنا بدولار شريته والحين بنذوقه. ولا كريسبي كريم وين راح؟ جيب واحد ثاني. هذا هو الشاطئ. وينك فندقنا؟ قريب جدا. وين الاسواق؟ تنزل تمشي تخلص تروح الشاطئ. حياه حلوه في المكسيك والله. عندهم 7-11 هنا. الله. طيب يا جماعة جالسين نتمشى ونشوف الأسواق. الشارع هذا كله محلات. يا جماعة وأنا جالس أمشي من هنا اسمع إيش قال لي. Say it again. How to say frog in Spanish؟ رنا. طلع يسمون الضفدع بالإسباني رنا. رنا. والله أنا آسف لكل واحدة اسمها رنا تشوف هذا الفلوق. رنا يقولون. طيب سمك القرش إيش اسمه تون؟ تأكد يا جماعة اكتبوا في جوجل. حطوا اللغة الإسبانية واكتبوا ضفدع. شوف إذا بيطلع رنا ولا لا. فكرة حلوة ماسك سنارة عشان يجون زباين ويشوفون الأغراض. حاطين هنا كتب كثيرة، بعدين هنا مكتوب هذه الكتب مش للبيع، للمبادلة فقط، مكتوب خذ كتاب واترك اثنين، تيك 1 ليف 2، حركة حلوة وتشجع الناس على القراءة، نمشي ونشوف أشياء جديدة، الله يا فيكتوريا، عندهم بومة، طيب، الله الإبداع ما شاء الله تبارك الله، والله الرسم، طبعا هذه معروفة عندهم في المكسيك، من بداية الشهر وحنا نمشي، لما الحين ما خلصنا، يا ساتر شكله في شيء، مظاهرات مكتوب still missing 43 ظاهر انه في اشخاص انخطفوا ولا شيء ولما الحين ما حصلوهم الله يستر عليهم. نرجع مره ثانيه على السوق ما في شيء هناك ورا. طيب الحين اذا حصلنا محل يبيع تيشيرت منتخب المكسيك بنشتري ان شاء الله. شو هذه المجموعه يا شباب؟ زي هذولي يجوا عندك ويغنوا لك على الطاوله وبعدين تدفع لهم شيء بسيط. شو حصلت يا جماعه؟ يبغى لنا نجربه. يا جماعه راح نجرب هذا الشيء ان شاء الله. شعور جدا غريب يا جماعه. التقيت بهذا الشخص ما شاء الله عليه هو يتكلم اربع لغات. So how many languages do you speak? Four. French, German, English and Spanish. خلص يا جماعة شعور غريب والله. طيب رجعنا عند الفندق. هذا هو هنا المحلات اللي مقابلة عندهم تيشيرت هذا المكسيك. حصلنا تيشيرت هنا. شرينا يا جماعة شورت ومنتخب المكسيك ما كان عنده أخضر خذنا الأسود. الله عندهم شورمة لكن طبعا بالخنزير. بعد يوم جميل نرجع نريح الحين. شو يا جماعة كيف الأجواء هنا آخر الليل؟ هنا تحت المطعم هناك ناس يزفون أجواء رايقة هنا. بقالنا شوي ونزل تحت. طيب يا جماعة جلسنا نشتغل على المونتاج وجعنا قلنا ننزل تحت ونشوف شيء ناكله. نبغى الأكل المكسيكي تاكس والحركات. رغم أن الساعة 11 في الليل إلا المحلات فاتحة. هذه الاجواء اللي نحبها. هذا مطعم شكله حلو لكنه غريب حط مراجيح. هنا في مطاعم فوق. حصلنا ماك هنا نروح ناكل في ماك. ثنيان هل امان تطلع بهذا الوقت؟ والله يا جماعه صراحه جدا امان والعالم رايحه وجايه واللي تسوق مو نفس لما رحنا امريكا طالعين مو ماخذين معنا ال 20 دولار. هذه الاجواء للامانه ذكرني بكورنيش الخبر في الشتاء. هواء بارد اجواء رايقه الله على هذه الاجواء. لقيت وراي مطعم فلافل جيت بشتري منه الا لقيت كل الاسرائيليين اللي يشتغلون داخل يعني ان الفلافل والحمص اكلهم. درنا درنا واخر شيء بنرجع المطعم اللي جنب الفندق بنشوف ايش عندهم. هذا هو المطعم. طيب يا جماعه طلبنا تاكوس وشوف الصوص اللي جابوه لنا ما شاء الله تبارك الله كل شيء جابوه وننتظر الطلب يجي. هذا هو التاكوس وهنا الصوص راح ناخذ شويه ونحط هنا. هو كنا شاورما بس ما يلفونها. باي باي. What's your name? جوهري. جوهري؟ How are you جوهري؟ Fine. باي باي. Adios. الحمد لله يا رب كان عشاء لذيذ. طيب نشوف في مكان يبيع حلا. لو ان خربناه في تحدي 90 يوم رمضان قرب راح نبدا من جديد بعدين ان شاء الله. هنا حصلنا يبيعون شيء غريب. شو يا جماعه؟ يبيعون هذا يحطون داخل اي نوع من الشوكولاته تبغى او حتى فانيلا. وهنا الانواع. How much for this one? 40 بيسوس. يعني تقريبا 3 دولار. والله شيء جميل. هذه الانواع اللي عنده يقول. في كندر راح ناخذ نوتيلا. اوكي اقول لك نوتيلا بليز. واخذنا هذا الشيء يا جماعه وحاليا راح نذوق ان شاء الله.
عارف اني كل شيء اقول عنه بطل، لكن والله انه بطل يا جماعه. طيب يا جماعه من هنا راح ننهي الفلوق اليوم ان شاء الله، يعطيكم الف عافيه على المشاهده. صراحه ما قصرتوا على التفاعل، كان يوم ممتع الحمد لله وسرخينا. سؤال اليوم يقول: لو انك راح تعيش في مدينه طول حياتك ما تقدر تسافر منها ولا تقدر تغيرها، ايش المدينه اللي راح تختارها؟ جبالي هذا السؤال لاني لما جيت هذه المدينه قلت اتمنى لو اني اعيش فيها. فاكتبوا اجوبتكم تحت، راح نشوف ايش هي المدن. كان معكم ثنيان خالد من دلك الكرمه، خليكم دائما سالمين وايجابيين، والسلام عليكم. سلام. وهذه يا سفينة، تخيلوا الحين يصير كذا حرب وغزو وانا اجلس في الوسط مالي دخل، انا جاي سائح. ثنيان نو اي دونت ايت بورك لوك فين يا ايه يا بورك.